صباح النور استاذ، كنا عم نشتغلوا اخر شيء هو هذا الابليكيشن. اوكي، الرسمه مرسومه عندكم. اوكي، المفروض يعني رسمنا اخر شيء هذا التراينجل. اوكي، اللي كان طول البي سي 6 سنتيمتر وكان عنده زاويتين 60 ب 30. اوكي، هيدا حليناه لهون، ماشي الحال. طيب، حكينا بالسؤال الثاني، what can you say about the nature of the triangle ABC؟ شو النيتشر اللي له؟ مين بيتذكر لما يكون عندي 60 ب 30 شو بيصير النيتشر للتراينجل؟ بيصير سيمي ايكوال تراينجل، هو بيكون رايت تراينجل كمان، هو كمان بيكون رايت تراينجل، يعني حتى هيدي الزاويه اللي فوق بتطلع 90، وهيدي 60 وهي 30 مجموعه 90، وانا بنعرف نحن جامع الانجلز بالتراينجل هن 180. اوكي، فهي 60 وهي 30 90، يبقى لها اللي فوق 90 ليصيروا 180. اوكي، هلا بشكل عام اللي بدي اوصل لكم اياه هون انه بس يكون عندي تراينجل 60 ب 30 بنسميه هلا سيمي ايكولاترال تراينجل. اوكي، بس كمان مش معناته انه هو مش رايت، هو رايت تراينجل. اوكي، بنفس الوقت هو رايت تراينجل. اوكي، بس ليش بنسميه سيمي ايكولاترال؟ لانه في عنده زاويه 60 وعنده زاويه 30. اوكي، أستاذ، لو زاوية 50 وزاوية 40 ما كان سيمي كواتر؟ لا، كان رايت تراينجل عادي. اذا زاوية 90 على الحال ما في 30 ب 60 بيصير رايت تراينجل عادي، بس لما يكون في 30 ب 60 ب 90 بيصير عندي اياه سيمي كولاتر. ايتها بيصير سيمي كولاتر؟ لما يكون عندي 90 مع 60 او 90 مع 30 او 30 مع 60، اثنين من هو ثلاثة انجلز موجودين بالتراينجل بنسميه نحن سيمي كولاترال. بس بنفس الوقت استاذ ما تنسوا، صح اسمه سيمي كولاترال بس هو رايت تراينجل بالاساس. اوكي، يعني حتى هاي الانجل اللي فوق 90، بس اللي بيميزه عن رايت تراينجل الثاني انه عنده 60 ب 30. اوكي، طيب هذا تقريبا اخر شيء حكينا، بس بدي اذكر هون بشغله. طيب اذا هاي 90 اللي فوق هو رايت تراينجل، اوكي، طيب من هو الهايبوتنس بعد التراينجل بيكون؟ الـ AC. الـ لا لا، الـ BC. BC مش الـ AC. BC هيدا بنسميه هايبوتنس. ليش عرفتوا هايبوتنس؟ أول شغلة فيكم تشوفوه بطريقتين، يا بيكون هو أطول خط بالرايت تراينجل، أو هو اللي بوجه 90، مش هيدي 90 اللي فوق. بكون بوجه الرايت 100%، السايد اللي فيسينج 90 اللي بوجه 90 يعني هو بنسميه نحن هايبوتنس. اوكي، نحن بنختصرها اتش واي بي. اوكي، هذا كثير مهم تعرفوه من هو الهايبوتنس، انه في قواعد لهم علاقه بالهايبوتنس بعدين. اوكي، فاللي اتفقنا عليها هلا انه هيدا سيمي كولاترال، هيدي مرسومه المفروض. هذا السؤال حليناه ورسمناه. برا مرسوم الشاشة. اوكي، طيب فهيدا اتفقنا عليه هو سيمي كولاترال. اوكي، وعنده هايبوتنس وهو رايت تراينجل. اوكي، هلا في له قاعدة خاصة، هلا رح تحل فرع فيه على القاعدة ونحط الكونكلوجن على القاعدة وبنكفي بالريفيجن احنا وياكم. طيب، بيقول لي السؤال الرابع، هيدا مش مكتوب عندكم، هيدا اكتبوه هلا. Calculate the other sides in the triangle ABC. خليني اجي احط قدامكم رسمه، شو يعني قصده other sides؟ نحن بس عاملينه نحن. مش عاملينه؟ لا. طيب رح ارجع لورا، خليكم يا شوي. ايه، رسمي ما ترسموها. رسم ما ترسموه، بس اكتبوا السؤال 3 والجواب هيدا. اوكي، استاذ كاتبين ولا هون؟ مش رح خلص، ما هلا عم بحكي فيه. يلا ماشي، اللي مش كاتبهم اعطيه وقت هلا يكتبهم على السريع عشان ننتقل على اللي بعده. يلا اعطي دقيقتين بس لنقل هودي، اذا في حدا مش ناقله لهودي بنكفي على اللي بعده.
يا هلا والله عميد صباح محمد، الخير. يا هلا استاذ صباح النور. طيب راح نروح على اللي بعده. اللي كنا عم نحكي هون بسؤال رقم 4 بيقول لي calculate the other sides in the triangle ABC. اوكي شو يعني other sides؟ خليني احط الرسمه قدامنا هي بتدلني شو قصده بهيدا السؤال. طيب انا بكل معي given هو اللي اعطاني اياه بالسؤال انه معي الزاويه اللي هون 60 معي الزاويه اللي هون 30 ومعي طول هيدا الخط 6 سنتيمتر. السؤال هو calculate the other sides. شو يعني calculate the other sides؟ يعني بدي اعرف طول ال AB قديش وبدي اعرف طول ال AC قديش، بدي اعرف كل واحد قديش طولهم. اوكي هذا كل قصده بهذا السؤال. ماشي اكيد مش عاجب مصر وقيس ومعطيهم بس في قواعد بدنا نطبقهم. اوكي ونحن كيف شغلنا شوف. طيب مين عنده فكره؟ هي قاعدة كنتم مخدينا هذيك السنة هي تذكير لشوف إذا في حدا متذكرها أو لا. نعمل شيء في تجارس؟ هي شيء له علاقة بالفيداغورس بس خصو بس بالسيميكولاترس. هو فيداغورس بعد عم نشتغل فيداغورس بس شيء خصو بس بالسيميكولاترس. هلا هديك الاي حتكون 90 عشان السيمي بيكون 90 و 60 و 30 100% هاي اتفقنا على 90 100% راح. طيب في حد عنده فكرة؟ طيب خليني أقربكم شوي القاعدة أو أذكركم فيها شوي لشوف إذا في حدا هيجي يلقطها ولا لا. في قاعدة خاصة بالسيمي كولاترال ترانجل. إذا أنا عندي خط هيدا خط أي بي بوجه 30 يعني facing 30 في له قاعدة وإذا facing 60 له قاعدة. ايه عرفتها. ال AB بتكون هي هايب راديكال 3 على 2 بالعكس هايب على 2 100% وهونيك هايب راديكال 3 على 2 100% مزبوط. هذا بدي اياكم تتذكروه. هلا اللي مش متذكرها رح نرجع نكتبها من اول جديد. هيدي القاعده استاذ اكتبوها لشوي ودقيقه ومش حيلا في تطبيقها. اول شغله بتطبق بس بسيمي كولاترال. اوكي هو رايت ترينجل بس سيمي كولاترال اتفقنا ليش؟ لانه عنده 60 ب 30. هيدا السايد اللي شايفينه هون اي بي اوكي طلعوا فيه من بوجهه استاذ اي زاويه؟ يعني اذا بتطلع هيك بوجهه من بيجي اي زاويه؟ 30 اوكي. في قاعدة خاصة هي انه اللي بوجي 30 يعني هذا الاي بي لانه بوجي 30 بيكون هو هايبوتنس على 2. هيدي قاعدة خاصة ليش؟ لانه هو سايد بوجي 30 هذا كنا نسميه facing 30 اوكي. يعني اي خط بالسيمي إكولاترال ترينجل تبعته مش حيالة ترينجل بس بالسيمي إكولاترال ترينجل إذا بوجه 30 بيكون هو الهايبوتنس على 2 أوكي. طيب مين هو الهايبوتنس بهيدا الترينجل عندي إياه هون؟ بي سي يعني إيكوال 6 على 2 بيطلع 3 يعني بي سي على 2 أوكي. معي طول البي سي ولا لا؟ 6 على 2 6 على 2 بيطلع اللي رسم الرسمي صح يعني دقيقة عنده رسمي على الدفتر إذا بيقيس الـ AB المفروض يطلع معه الجواب على المسرة 3 سنتيمتر بس نحن أكيد بنطلع على هيدي القاعدة لحتى نعمل هون. أوكي في حدا عنده مشكلة في هيدي القاعدة؟ لا. أوكي طيب هلا في طبق فيثاغورس هايبوتنس سكوير إيكوال سايد 1 سكوير زائد سايد 2 سكوير لأنه معي اثنين سايد في طلع التالت فيثاغورس تطبق برايت ترينجل هي هو الشغله وشغلتين بيكون معي اثنين سايد بالترينجل لتطلع التالت. اوكي قبل ما كانش معي الاي بي فاضطريت اطبق هيدا القاعده. هلا رح نطبق نحن قاعده ثانيه للاي سي غير الفيثاغورس كمان لها علاقه بس بال
سيمي كولاترال. هذا السايد اللي شايفينه هون اللي هو الاي سي بوجه اي زاوية استاذ؟ بوجه في البي هي 60 يعني اوكي بوجه 60 هيك بدي كنت احفظه. القاعدة اللي هو هايبوتنس راديكال 3 على 2 اوكي يعني هلا باختصار اللي حكينا هلا الخط اللي بوجه 2 هو هايبوتنس على 2 والخط اللي بوجه 60 هو هايبوتنس راديكال 3 على 2 هيدي بيكون فيسينج 60 اوكي الهايبوتنس نحن بنعرفه بعده بي سي اوكي راديكال 3 على 2 هلا بعوض محل البي سي قيمته قديش قيمة البي سي قديش معناته له حسب السؤال هي 6 اوكي هذا اي سي اوكي يعني 6 راديكال 3 على 2 اوكي في وقف هون او في يختزل 6 على 2 بيعطيني 3 راديكال 3 اوكي وما تحطوها بالفواصل تحطوها بس 3 راديكال اوكي فبيطلع طول الاي بي 3 سنتيمتر وطول الاي سي 3 راديكال 3 سنتيمتر اوكي في حدا عنده شيء مش مفهوم هون؟ اوكي رح احط الجواب بشكل اوضح بس وبعطيكم وقت لنا بس بعد نرسم الرسمة رسمة لا مرسومة هي بعدها تابعة نفس السؤال ما في داعي ترجع ترسم مرتين بعدها نفس السؤال بس أنا حطيتها قدامكم عشان تعرفوا شو عم نشتغل هون اوكي استنى كل عليكم هلا لأنه بس الرسم مبين عندي ايه عم بعمل ريكورد يا نيفين اوكي اللي مبين عنده بس علي ينقل بارت 4 السؤال شو عم يقول وهو اللي تحت اوكي رسمي ما ترجع ترسموه اوكي رح اعطيكم وقت دقيقتين تنقلوهم ونكفي نعمل كونكلوجن ونكفي بالشرح أستاذ بس في عندك غلط ايه حبيبي ايه تحت هون اي سي حطيت اخر شيء اي بي ايكوال بي سي ايكوال 3 هون اي سي مظبوط برافو يعني. في حد عنده شي سؤال شي مش مفهوم هون؟ اوكي هول اللي كنا عم نحكيهم استاذ هن قواعد موجودين بهذيك السنة اوكي قد ما فينا عم نراجع لانه نحن درسنا بالنهاية عبارة عن قاعدة او قاعدتين بس يجي بروبلم بالسؤال بالدرس عم نحكي فيه هلا بس نوصل له لاينز اند سيركل رح تشوفوا بروبلم طويلة في شي اربع خمس افرع بيعتمد على شي كنا ما ماخذينه قبل اوكي طيب في حدا بعد عم يكتب؟ مش الحال كله كتب؟ طيب بنقول على
conclusion بدنا نكتبها. هلا فيكم تسموها هلا رول 2، نحن حكينا رول 1 عن الفيثاغوراس، هلا رول 2 بيكون معي الاي بي سي سيمي كولاترال ترينجل. اوكي، بصير عندي القاعده هي هايبوتنس على 2 الاي سي. ليش الاي سي هو هايبوتنس على 2؟ انه الاي سي هو وجه 30، يعني اي خط بوجه 30 بيكون هايبوتنس على 2. هي القاعده طبقناها قبل. وال هون كمان انا مغلط، هون بي سي هو هايبوتنس على 3 على طول. خليني بس ظبطها شوي. محل الاي بي هو بي سي. اوكي، فهيدا الكل اللي اشتغلناه قبل. اوكي، فهلا حطوا قدامكم رول 2 لات اي بي سي سيمي كولاترال. هلا فيكم ترسموا رسمه، فيكم بلاها. هلا بيرسم رسمه، يرسمها خلص طيب، يرسم حيالة تراينجل بس مهم يكون رايت فوق، ويحط انه هاي 60 وهي 30. اوكي، اهم شغله هذا القواعد اللي هون. اوكي، وهيدي بتكون فيسينج 60. واذا شايفين انتم البي سي اللي هون هو بوجه مين؟ 60. فبس يكون بوجه 60 بيكون هايبوتنس سيركل 3 على 2. اوكي، راح اعطيكم وقت دقيقتين بس كمان تنو رول 2 هاي قدامكم. طيب مش الحال، اوكي. هلا رول 3 الاخيره اللي علاقه بالفيثاغورس. اوكي، هلا هي قليل ما بتيجي، فما عملت عليها ابلكيشن، حطها دغري مباشره، بس لازم نذكر فيها. اذا انا معي الاي بي سي هو رايت اسسل سترينجل، مين بيتذكر شو يعني رايت اسسل سترينجل؟ شو هو عنده خصائص الرايت اسسل سترينجل؟ في عنده رايت انجل و تو سايد ايكوال. تو سايد ايكوال، وشو بيكون الزوايا الاثنين الباقية؟ اذا واحدة 90 الباقية شو بيكونوا؟ مين بيتذكر؟ 45 و45 100%، 45 و45. هذا نحن بنسميه رايت اسسل سترينجل، بيجي بهذا الشكل. أول شغلة هو جامع بين شغلتين، جامع من رايت ومن اسسل. أول شيء ليش اسسل؟ إذا بتلاحظوا 2 equal angles وبيكونوا 45 على طول. اوكي، وبيكون عندي هيدا الخط قد هيدا الخط، هيدا معناته isosceles. هلا ليش رايت تراينجل؟ مثل العادي عندي زاوية 90. اوكي، مبين الصورة قد ايه ابو مايك؟ أنا لا، أنا مبينة. اوكي، طيب فالكل عم نقول عنه هون هيدا رايت اسسس ترينجل، لانه عنده زاويتين 45. اوكي، هو بيجمع من اسسس ترينجل ومن الرايت. اوكي، هلا في هيدا له قاعده خاصه، جزء من فيثاغوراس ثيرم، لانه هو رايت ترينجل بالنهايه. بس يكون عندي رايت ترينجل يعني عندي فيثاغوراس. اوكي، فشو بتقول القاعده بهيدي الحاله؟ انه هو سايد تايمز سيليكال 2، الهايبوتنس بيساوي سايد تايمز سيليكال 2. فانا اعطي اكزامبل سريع، مثلا هنقول فرضا معي البي سي طوله 3 سنتيمتر. خليني بس شيل هودا اللي هون. اوكي، مع البي سي هو 3 سنتيمتر. اول سؤال بدي اسالكم اياه، الاي سي قديش بيكون طوله؟ 3 سنتيمتر، لانه هودي ايكوال. اوكي، لانه ما تنسوا هيدا عباره عن ايسوسل سترينج، يعني هيدي قد هيدي. اوكي، هي الشكل. فاذا سالني عن الاي سي بيكونوا قضان. هلا السؤال الاهم، سؤال اهم هو الاي بي قديش بيطلع؟ الاي بي هو ال سايد باي، الاي بي هو الهايب. ف مظبوط، اي بي هو الهايبوتنس. انتوا شو بتعملوا؟ بتحطوا القاعده،
والقاعدة بهذا الترينجل هو هايبوتنس بيساوي سايد تايمز سيريكال 2. مظبوط. طيب من هو الهايبوتنس هلا؟ أنا هون هدفي طلع الـ AB. اوكي بعرف قاعدة وحدة بهالترينجل هي 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 هايبوتنس إيكوال سايد تايمز سيريكال 2. اوكي طيب من هو الهايبوتنس بهذا الترينجل اللي بده يكون هون؟ AB. AB. اوكي فبحط هون AB equal side. شو قصدي بالside؟ side يعني يا بتختاروا ال BC يا بتختاروا ال AC. حيلا side هون اثنيناتهم بنسميهم نحن side. حيلا اثنين حيلا واحد من هون اثنين بيمشي الحال ما اثنيناتهم قد بعض يعني equal. من equal 100% يعني BC times circle 2. اوكي وفيكم تختاروا ال AC ما في مشكلة. فبيطلع ال BC بقى طوله 3 times circle 2 يعني بيطلع 3 radical 2. فبيطلع طول ال AB هو 3 radical 2. فباختصار لطلع الهايبوتنس اللي هو تحت بضرب الصاد بمين؟ بالراديكال 2. اوكي كمان اعطيكم وقت بس تنور هودي حطوا الرول اللي فوق. اوكي كمان الترينج ما في غيره اسمه بشكل كتير دقيق رسمه بس انه هي اهم شيء 90 درجة حطوا 45 45. لو بدي رسمها دقيقة بده يعمل اول شيء خط AB. اوكي بحط AB بدي احط نص دائرة على A بدي يعمل زي 45 بدي يجي يحط نص دائرة على B بيعمل زي 45 وبيوصل خط من هون وخط من هون بيطلع C. ما فيش غير طريقة ليرسمه هيدا لهيك. اوكي استاذ انت بعد حطيت على اول صورة؟ لا صرت انا منتقل على صورة غير بعد معلقة عندي مش ناش هلا مش الحال. ايه انا عندي هلا بس الرسمة الترينجل والقاعدة بس هو بدي اياكم تنقلون قدامكم. اوكي كنت عم بحكي هون هذا الترينجل لترسموه هلا انا فاضي ترسموه خلص بشكل مختصر يعني اهم شيء يكون زاوية 90 ما في داعي تكون دقيقة الرسمة هو بس عشان تعرفوا انه هون 45 45 90 هو بيكون قد بعض. اوكي والقاعدة اللي عم نحكي عنها هي هيدي اللي تحت كنت عم بقول قبل اللي بده يرسمه دقيق بعدين بيترك له فراغ ويرسمه بهذا الشكل بيصير يعني ما يرسمه هلا بشكل دقيق بحط اول شيء AB. اوكي بيعمل نص دائرة على A وبيعمل زاوية 45 على A كمان نفس الشيء بحط النص دائرة على B بيعمل زاوية 45. اوكي بيصير عنده هون 45 هون 45 بيطلع ما عنده ترينجل هيدا بس ما رسمه هلا بشكل دقيق. اوكي فيكم تعرفوا الرسم بس اكتبوا القاعدة تحت. اوكي طيب ماشي الحال للكل؟ ايوه اوكي طيب راح نقول على هلا هون انا عملت سمري بس راح احطها على السريع يعني ما في داعي تكتبوها بس للرولز سمع حكيهم بكل الدرس هن ثلاثه. اول شيء اذا كان عندي رايت ترينجل في عندي قاعده اسمها هايبوتنس سكوير ايكوال سايد 1 سكوير بلس سايد 2 سكوير اللي سميناها نحن فيثاغورس. اوكي هون بلاش نسال هل من هو الهايبوتنس بهذا الترينجل مين في اللي؟ بي سي هذا الهايبوتنس. اوكي هو مظبوط هو الوجه 90. اوكي فهي اول قاعده اخذناها وطبقنا عليها فيثاغورس. هلا في لها مشتقات لفيثاغورس اللي هن بيقولوا عليها بالسيمي كولاترال وبالرايت اسوسلس اخذناها قبل شوي. بالسيمي كولاترال هي الاهم من تعيد الرايت اسوسلس انه اللي بوجه 30 الاي سي هذا الاي سي بوجه 30 هو هايبوتنس على 2 من هنا بوجه 30 واذا كان بوجه 60 اللي هو مثل هون كمان انا مغلط هون بي سي هذا البي سي هو بوجه 60 بيطلع هايبوتنس سيريكال 3 على 2. هذا كل شيء تقريبا حكيناه ورول 3 من شوي مرقنا عنها اللي هي العلاقه بالرايت اساس السترينج. طيب هلا راح اعطيكم وقت تنقلوا هيدا الجيفن راح نعمل ابلكيشن جديده. اوكي وشوف القاعده اللي بنحكي عنها هلا هون.
باينة عندكم application 4؟ ايه باينة. اوكي اكتبوا لنا هودي ونرجع نرسم الرسم نحن وياكم ونشوف القاعدة ما نطبقها هون. طيب رح اقرا السؤال قدامكم. اوكي اذا في حدا مش مبين الصوره في نقول دغري انا عم بحكي. طيب بالابلكيشن 4 رح نحكي هلا اعطاني قال لي let a b c be any triangle. اول شيء ما تلاحظوا رح نحكي any triangle يعني ما له علاقه بالقاعده هلا رح نحكيها بعد شوي ما له علاقه بالنيتشر triangle يعني بتزبط بالرايت وبتزبط بالايسوسيلز وبتزبط بالايكولاتر وبالسيمي ايكولاتر وباي ترينجل عشان ما يكون ولا واحد منهم يلا ترينجل تظبط على هيك القاعدة لأنه قال لي أني تراينجل. أوكي ما حط علي شرط ولا بده يكون رايت أو الثلث أو أي شيء تاني. أوكي فهي أول شغلة ما ننتبه لها نحن عم نحكي هون أني تراينجل فقال لي let A B C be any triangle such that أعطاني طول ال A B 4 سنتيمتر وأعطاني طول ال A C 6 سنتيمتر هذا أول جبن. بعدين بكفي بيقول لي let I and J نقطتين بس اني اي نقطة قال لي ميد بوينتس. اوكي في شيء له علاقة بالميد بوينتس هلا ما نحطهم ونشوف القاعدة شو هي اللي علاقة بالميد بوينتس. فاعطاني الاي والجي مش حياة نقاط هن عبارة عن ميد بوينتس واحدة ميد بوينت للاي بي والتاني ميد بوينت للاي سي. هلا قبل ما نحط الرسم مين بيقول لي الاي بتطلع ميد بوينت لاي واحد للاي بي ولا للاي سي؟ من فين؟ اي للاي بي. الاي بي مضبوط. ليش تعرفون استاذ هو شو قال لي؟ اي اند جي اي بي اند اي سي وكلمه ريسبكتيفلي شو بتعني؟ اللي قبل الاند هون هو اي اللي قبل الاند هون اللي قبل الاند بتطلع الاي 100% اي هي ميد بوينت للاي بي والجي هي ميد بوينت للاي سي. اوكي هيدي الكتابه هون هي مختصره بدون ما يكتب لي سطرين اللي اول سطر let i midpoint of ab تحت يكتب لي let j midpoint of ac يختصرهم بسطر واحد بيكتب let i and j be midpoints of ab and ac respectively. كلمة respectively انه اللي قبل الان هون هو i اللي قبل الان هون هو ab يعني بيطلع ال i midpoint لل ab وال j midpoint لل ac. فكل given هني ثلاث شغلات او اربعة زمان عندهم مضبوط ال ab هي اربعة ال ac هي ستة سنتيمتر ال i ميد بوينت لل a b وال j ميد بوينت لل a c. اوكي خلينا اول شيء نشوف اول سؤال او اول فرع شو بده ملي دوز الفيجر ونرسم الفيجر. الفيجر فيها اربع جفن بنلتزم فيهم ال a b طوله 4 ال a c طوله 6. اوكي هلا لنرسم الفيجر اول شغله بنبلش فيه يا ال a b يا ال a c. هلا يفضل نبلش بالخط الطويل. هلا اللي ببلش بال a b مش غلط اللي ببلش بال a c مش غلط اللي بدكم اياه فيكم تبلشوا فيه بس خلينا نبلش بالخط الاطول هو ال a c. اوكي 100% نحط المسطره بنرسم خط a c. اوكي يلا بلشوا الرسم. اوكي a c طوله 6 سنتيمتر. استاذ انت رح تبعت الفيديو صح؟ ايه اكيد. ماني يا استاذ عيب تهندس بس هي خيب المعهد ما سمعت يا هادي عيب تهندس بس هي خيب المعهد عشان هيك فمش هقعد اقصهم اللي سمعت ما في مشكله. طيب فاول شيء الاي سي 6 سنتيمتر ما بدها شيء. اوكي ماشي الحل الكل هون
تاني ستيب بنرسم مين ال AB 4 سنتيمتر. هلا بنحط المسطرة على ال A، بنطلع من ال A لفوق 4 سنتيمتر، بس حاولوا ما يطلع معكم رايت ترانجل، اوكي؟ فال AB هون 4 سنتيمتر. كل ماشي حاله ملحق؟ اوكي. فرسمنا ال AC 6 وال AB 4، خلصنا اول اثنين جبن، علي بس بعد وصل ال BBC. اوكي، حاولوا قد ما فيكم ما تطلع هيدي الزاوية اللي هون 90، اوكي؟ لأنه هيدا مش رايت ترانجل، هيدا أني ترانجل، اوكي؟ هو قال لي أني ترانجل. طيب اللي بيهمني هون عم بيقول لي الـ I والـ J ميد بوينتس للـ AB and AC. أول شغلة اتفقنا الـ I هي ميد بوينت لمين؟ للـ AB. مين عنده فكرة كيف؟ هي بتكون نص للـ AB. مظبوط، لأن هي ميد بوينت للـ AB، بيجي لعند الـ AB هو هذا الخط. شوف نص الأربعة اللي هي 2، حط المسطرة نص الأربعة هي 2. هاي بتطلع نقطة هي مين؟ هي I. اوكي، بيطلع لي هيدا قد هيدا. للجي هي ميد بوينت لل اي سي من اي سي 3. اوكي، نفس العملية، مظبوط نفس العملية تاعت الاي. بيجي لعند الاي سي هي طولها 6 سنتيمتر، على نصها اللي هي 3 سنتيمتر، بتيجي نقطة جي، بيكون عندي هيدا الخط قد هيدا الخط. اوكي، ووصلوا الاي بي للجي كمان. يعني الرسمة بتطلع معكم بهذا الشكل، تحت طوله 6 سنتيمتر، لفوق 4، فوق هيدا ميد بوينت، هيدا ميد بوينت، ووصلهم ببعض. في حالة مشكلة بالرسمة؟ لا. طيب خلينا نحط الرسم بشكل أوضح. بهذا الشكل تقريبا، اوكي؟ اللي تحت 6 سنتيمتر، اللي فوق 4 سنتيمتر، مثل ما شايفين الـ I ميد بوينت هون، والـ J ميد بوينت هون. في حدا تذكر القاعدة اللي كنا نحكي فيها لما يكون عندي 2 ميد بوينتس؟ طيب، هلا مذكركم فيها. حدا مش ملحق بالرسمة؟ كله خلصها؟ أنا ما مبين شيء. مش إشكال، اللي ما مبين بعدين بس يحضر الفيديو بيشوف بيكفي، ما في أي مشكلة. أوكي، عم بيسأل اللي عم يقدر يتابع بس. أستاذ في لك الميد بوينت؟ شو يا هادي ما سمعت؟ عم بقول لك في قول الميد بوينت؟ ايه حطيناه الميد بوينت وخلصنا استاذ. الرسمه رسمتها عندك؟ هلا عم بسالك استاذ. يا استاذ. ايه استاذ سامع. انا مش مبينين عندي يا استاذ. اللي مش مبينين عنده استاذ برجع بقول لكم، بس ابعت اللينك للفيديو تحضروه وبتنقلوه وبترجعوا بعدين، ما في مشكله. طيب يعني هلا الكل خلص رسمه؟ اللي مبينين عندهم يعني اللي عم يقدروا يخلصوا الرسمه مش الحال؟ ايه. اوكي، طيب هلا اللي عم بيقول لي بهذا السؤال، خليني اجي احط قدامي الرسمه. بسؤال 2A use the ruler. هلا هو عم بيقول لي استعمل المسطره. هلا في لها برهان ما راح نفوت فيها، بس انا قد ما في عم بختصر، لانه هي بالنهايه قاعده اخذتوها هذيك السنه. عم بيقول لي استعمل المسطره use the ruler and measure الـ IJ and BC. what can you conclude؟ استعمل المسطرة، قيس الـ IJ وقيس الـ BC وشوف كيف تستنتج. انتوا قدامكم الرسمة، قيسوا الـ IJ parallel، اوكي، وقيسوا الـ BC وشو ممكنكم تستنتجوا هون؟ والـ IJ بتطلع نص الـ BC. نص الـ BC، وهيدي الجزء من القاعدة اللي بدنا ناخذها نحن وياكم. اوكي؟ إلها علاقة بالميد بوينت. الكل الرسمة صح 100%. إذا بيقيس الـ IJ، فرضا الـ IJ طلعت معه 3، فرضا طلعت 3، إذا بيقيس الـ BC، هلا خليني أحط غير 3،
فرضا طلعت معه الاي جي 4، البي سي اذا بتكون بيقيس 8. البي سي بتطلع معه 8. مفروض هيك يعني العلاقة بيناتهم الاي جي والبي سي، الاي جي بيكون قد نص البي سي. نص البي سي هيدي 100%، هيدي قاعدة رح نسكر فيها الاي جي كثير مهمة كثير رح نستعملها. لا هذا مش ميديا، ميديا بيكون طالع من الفيرتكس، هذا مش ميديا. يعني هيك هذا ميديا، هذا الخط الأحمر مثلا إذا هون حطيت نقطة كي هذا بنسميه ميديا. أوكي، أو إذا وصلت البي بالجي هذا بنسميه ميديا، أو السي بالآي هذا ميديا. يعني بيكون واصل ميد بوينت مع الفيرتكس. أوكي طيب، فالكل اللي راسم الرسمة إذا بيقيس الآي جي باختصار وبيقيس بيلاحظ انه الاي جي بتطلع النص مين النص البي سي، وهذا راح نكتبه هون. اوكي يعني هون انا ما حطيت جواب معين، راح يختلف من واحد للتاني. اوكي انه اذا واحد على مهم الكونكلوجن ايه اهم شيء. يعني هلا بتكتبوا هذا السؤال وبتكتبوا الكونكلوجن اللي تحت انه اي جي ايكوال بي سي على 2. هلا هون بتعبوا قديش طلع طول الاي جي عندكم طول البي سي عندكم، لازم يكون اذا الاي جي طلعت 3 تحت يطلع 6 الى اخره، يعني بشكل يطلع انه هيدا قد نص هيدا. اوكي فهي اول شغله بدنا ننتبه لها انه الاي جي بيطلع قد مين بي سي على 2. ماشي الحال للكل؟ الرسمه اكيد ما فيها طريقه رسم. اوكي كده عليكم تجيبوا هيدا السؤال وهيدا الكونكلوجن اخر شيء بتاعك. طيب الشغلة التانية شو ممكن بعد نستنتج هون؟ شو بتلاحظوا الاي جي بالنسبة للبي سي غير انه النص؟ شو بتلاحظون هون التو لاينز بالنسبة لبعض؟ بارلل بارلل يا عيني مظبوط. نحن لما رسمنا الاي جي ما رسمناه على اساس يطلع بارلل على البي سي، نحن رسمنا الـ i midpoint ورسمنا الـ j midpoint وصلناهم لبعض، بس لما وصلناهم هيدا الخط طلع parallel على مين؟ على BC. هيدي القاعدة مين بيتذكرها هلا؟ يعني يكون عندي midpoint هون و midpoint هون. اوكي بيطلع هيدا الخط قد نص هيدا وبيطلع هيدا parallel هيدا، حتى تذكرها القاعدة شيء ولا بعد؟ شيء خاصة بالـ perpendicular؟ لا شيء خاصة بال اسمها بالضبط هي midpoint theorem. اوكي حدا من أمو؟ ايه أنا من أمو بس نسيتها. ميد بوينت ثيرم هي باختصار استاذ سؤالكم اياه، هذا احنا عم عليه هون يكون معكم حيالله ترانجل. اوكي مش برايت ترانجل، حيالله ترانجل معكم بقلب الترانجل تو ميد بوينتس. لاحظتوا نحن كان عندنا اثنين ميد بوينتس الاي بالجي، بتوصلوا الاي بالجي هيدا الخط اللي بيطلع عندكم بيطلع قد نص الخط اللي بوجهه اللي هو البي سي، وبيطلع هذا الخط وهذا الخط كمان شو بارلل. اوكي خلينا نحط الكونكلوجن للقاعده وهذا اللي بيمني تكتبوه. فالرول 4 هي اسمها ميد بوينت ثيرم. اوكي بيكون مع الاي بي سي يعني تراينجل، اي ميد بوينت للاي بي، جي ميد بوينت للاي سي مثلا. هيدا الرسمه هيك بتكون، يعني بيكون معنا هيدا قد هيدي واثنين قد بعضهم. القاعدة بتقول لي انه بيطلع الاي جي قد نص البي سي والاي جي بارلل على البي سي. استاذ ترجع الصورة شوي. ايه فيك ترجع الصورة شوي بس عشان بعد في عندي كلمة بس كتبتهاش. اوكي هي بيانت عندك ولا بعد؟ لا بعد بياناتش. طيب خلص رح نوقف هون، بعدين انا عندي اياكم بعد على 11 بعدين تشيك. نلتقي على نفس اللينك. اوكي على 11 بنكفيها. اوكي فاذا مش ملحقة هذه ما بيأثر، وقف.